دول العالم الإسلامي والعربي دائما محل انتقاد من الدول الغربية، أمور كثيرة. أنتم عندكم السنة هذه أنتم معدمين 10 وهذا ما يصير والإعدام ما يجوز وكذا، وهذا بدأني يجيك حقوق المرأة وكذا ولازم المرأة تأخذ حقوقها كاملا وغير، وبعدين حقوق الإنسان وحرية التعبير ولازم مجالس منتخبة، بعد يجيك الحين حقوق المثليين وهذا المثلي لازم يأخذ حقه ويتزوج وما أدري شلون وكذا، بعدين يجيك على شنو حقوق الحيوانات، لا ما يجوز أنكم تقتلون الحيوانات بهذه الطريقة وهذا الحيوانات لها حقوق ولها وما أدري شلون وكذا وكذا. ولا زين حقوق الإنسان اللي صاير بغزة، زين قاعد تشوفون أنتم الأطفال اللي قاعد يموتون والقتلة، قاعدين تشوفون قاعد تشوفون شلون يتم إبادة جماعية، جريمة من جرائم الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف، قتل، تدمير، قطع الكهرباء والماء والإنترنت عن شعب أعزل، حصار اقتصادي، يتم قصف المستشفيات والمدارس، حتى مراكز الأمم المتحدة، مراكز الأونروا، نقص في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، قصف للمستشفيات والمدارس وغيره، دور العبادة، تهجير شعب كامل، شعب كامل يتم تهجيره. وبعدين يجي يطلع لك واحد يقول لك ليش تودونهم عندنا، ودوهم صحراء النقب، تهجر من أرضه 20 واحد، أهم 2 مليون تقريبا، تبي تهجرهم علشان تضرب قنابلك، تضرب قنابلك لمساحة صغيرة جدا لا تتعدى 400 كيلو متر مربع. وبعدين تجيني تقعد تكذب تقول تم قطع رأس 100 طفل، وبعدين لما اعتذرت الصحفية انت ما اعتذرت، ما مشكلة. وبعدين تجي مرة ثانية تقول المستشفى تم قصفه من الجهاد. طيب الجهاد ما يسوي لك حفرة، الصواريخ اللي عندهم ما يسوي لك حفرة متر بمتر، قاعدين نشوف الصواريخ، انتم نزلتوا عليهم قنبلة تصل الى طن